ازاي الرب يقول واقسي قلب فرعون؟ ازاي نقرا وندم الرب؟ بعض الناس يظنوا ان النعمه جت بس في العهد الجديد، يقول ولعنهم باسم الرب. في ناس كمان بتستغلها علشان تشكك في صحه الكتاب المقدس. اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من حلقات برنامجكم اصعب الايات. اصعد يا اقرع، اصعد يا اقرع. بهذه الكلمات سخر صبيان صغار بنبي الله إليشع وهو في طريقه من أريحة إلى بيت إيل، فلعنهم باسم الرب. فخرجت دبتان من الوعر وافترست 42 ولد. هذه القصة بتطرح كتير من الأسئلة، مثل لماذا يسمح الله بافتراس 42 صبي لمجرد أنهم نطقوا بكلمات سخرية ضد إليشع؟ لماذا لعنهم إليشع باسم الرب؟ هل غضبه غلبه؟ ولماذا لم يسامح نبي الله هؤلاء الأطفال؟ وكيف يستجيب الله طلبة مثل هذه ويقتل أولاد صغار؟ وكيف يرسل الله المحب دبتان لتفترس الأطفال؟ أليس هذا إله في غاية القسوة؟ بنعمة الرب رح يجاوب على هذه الأسئلة الصعبة وأسئلة تانية كتير ضيفنا القسيس الفاضل عزت شاكر. قسيس عزت، أهلا وسهلا فيك في برنامجنا، مبسوطين تكون معنا اليوم. أشكرك يا مي جدا وأشكر كل السادة المشاهدين. قسيس عزت، قدامنا اليوم قصة اللي هي في ملوك الثانية إصحاح الثاني وعدد 23-25، بتقول ثم صعد من هناك إلى بيت إيل، وفيما هو صاعد في الطريق إذا بصبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع. فالتفت إلى ورائه ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب. تمام. ولعنهم باسم الرب. الكلام عن إليشع. أيوه، بيحكي عن النبي إليشع. فخرجت دبتان من الوعر وافترستا منهم 42 ولدا. تمام. وذهب من هناك إلى جبل الكرمل ومن هناك رجع إلى السامرة. فمنشوف القصة الهاي اللي قدامنا، إنه نبي الله إليشع وهو رايح من أريحة لبيت إيل، راح يصدفوه هون بقول صبيان صغار. تمام. وقعدوا يتمسخر عليه، يقولوا له يا أقرع يا أقرع. تمام. وإيش هو كان رد فعله؟ راح لعنهم باسم الرب. تمام. وشو النتيجة؟ إنه الله من فوق استجاب. راح بعت له دبتين من الوعر وافترست 42 صبي صغير. كيف الله ممكن يسمح في هيك إشي يحصل؟ مي، لابد علشان نفهم القصة اللي موجودة قدامنا لازم نعرف القصة دي حصلت إمتى وإزاي وليه. مهم جدا نعرف الخلفية التاريخية ليها. للأسف إن معظم الناس بيتخيلوا إن إليشع النبي متقدم في السن، راجل عنده 70 سنة وهو ماشي، شوية أطفال صغيرين طلعوا له بيعايروا عليه زي ما بيحصل في كل بلادنا في كل قرانا، يا أقرع يا أقرع. فالراجل اتغاظ، غضبوا غلبوا فلعنهم بالظبط، والدبتين طلعوا يعني ومات 42 طفل منهم. ده غلط تماما. لو قرينا الكتاب المقدس وفهمنا الخلفية التاريخية، لو بصيت في أول ملوك الثاني أصحاح 2، أول الأصحاح اللي فيه قصتنا، هتلاقي البداية صعود إليا. تمام. صعود إليا وإليشع بيستلم من بعد إليا. إليا صعد سنة 860 قبل الميلاد. إليشع كان غلام صغير في الوقت ده، كان سنه تقريبا 22-25 سنة. ولسه يدوب بيستلم خدمة النبوة من إليا. بالضبط في ملوك الثاني 2 تلاقي الآيات الأولى العشرة الأولى إني إليا واخد معها إليشع عند نهر الأردن، وإليا صعد. بعد ما صعد إليشع عمل أول معجزة من معجزاته إني شق نهر الأردن وعبر.
دي كانت أول معجزة. تاني معجزة وصل أريحة اشتكوا له من المية إن المية غير صالحة للشرب أو للري في نفس الأصحاح، فأبرأ المياه وخلاها صالحة للشرب وللري. وبعدين كان في الطريق رايح بيت إيل. ليه بيت إيل؟ لأن بيت إيل هي مقر مدرسة الأنبياء، تمام؟ فرايح زي ما نقول النهاردة كلية اللاهوت. فلسه يدوب إلي صعد هو بيستلم الخدمة ورايح في الطريق لبيت إيل. طيب إيه اللي في بيت إيل؟ بيت إيل كان فيها مدرسة الأنبياء، لكن في نفس الوقت بيت إيل كانت مركز عبادة البعل. لو بصيت معايا يا مي، وعايز كل السادة المشاهدين يبصوا معايا في ملوك الأول 12، نلاقي أن يربعام ابن ناباط لما ملك، من بين الحاجات اللي عملها ملوك الأول 12 آية 25 يقول: وبنى يربعام شكيم في جبل أفرايم وسكن بها. ولما تكملي آية 28: فاستشار الملك وعمل عجلي ذهب وقال لهم، بيقول لكل الشعب: كثير عليكم أن تصعدوا إلى أورشليم، هو ذا آلهتك يا إسرائيل الذين أصعدوك من أرض مصر. ووضع واحدا في بيت إيل والآخر في دان. فبيت إيل كانت مركز عبادة العجل. تقولي لي ليه العجل؟ شمعنا العجل؟ صح. لأن العجل في الشرق القديم كان رمز القوة ورمز الخصب، ولغاية النهاردة في معابدنا في مصر في العجل أبيس. فكانت مركز قوي جدا، فموجود أنبياء البعل موجودين في بيت إيل، وعبدة البعل موجودين وكتار جدا، وعبدة العجل وأنبياء اللي بيعبدوا، واخد بالك؟ وكان موجود بيت إيل، تمام؟ فهم دبروا خطة لإفساد خدمة أليشع. دول مش شوية أطفال صغيرين طلعوا بالصدفة؟ هون بقول صبيان صغار. لا أنا هجيلك دلوقتي واشرح يعني دي. مجرد أولاد صغار. دول طالعين بخطة مدبرة لهدم خدمة أليشع في بدايتها. يعني وهو رايح كده على إنجاز التعبير نقول كلية اللاهوت، على بيت إيل مدرسة الأنبياء، وهو رايح لسه يستلم الشغل، جم غالبا الأنبياء البعل والناس اللي هم ضد الله ضد مدرسة الأنبياء، رتبوا الخطة إن دول يطلعوا علشان يهنوا يستهزأوا بيه وبخدمته من بدايتها من أول يوم وهو في الطريق لبيت إيل. بس كيف يعني أسيس يعني هو نبي الله، تمام، أوكي، ويروح يعني طب ما كان سمحهم يعني كيف يروح يلعنهم باسم الرب؟ يعني هاي أنا بصراحة مش قادرة استوعبها. يعني دائما إحنا منصلي باسم الرب، منهتف باسم الرب، منبارك باسم الرب، أما يلعن باسم الرب يعني مش معقولة. عشان هيك أسيس رح نسمع هذه الإجابة، بس نستأذنك بس ناخد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين خليكم معنا، رح نسترجع ونسمع الإجابة من الأسيس عزت لكن بعد هذا الفاصل، خليكم معنا. لو عندك أسئلة على موضوع حلقتنا اليوم أو أي موضوع تاني، وحتى تحصل على نسختك المجانية من كتاب القص عزة شاكر، من فضلك اتصل فينا على الأرقام الظاهرة على الشاشة أو راسلنا على الإيميل ayat@lfan.com. وبنشجعك أنك تزور موقعنا الإلكتروني lfan.com حتى تشاهد هذه الحلقة وحلقات تانية كتير. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل، وكنا بنسأل حضرتك أسيس كيف نبي الله أليشع يروح يلعن باسم الرب. تمام. إحنا بنعرف زي ما قلت إنه إحنا منبارك باسم الرب، منصلي باسم الرب، تمام، منهتف باسم الرب، كيف هون بقول بيلعن باسم الرب؟ طيب أنا قلت لحضرتك إني أليشع كان في بداية خدمته ولسه مستلم من إيليا، شاب عنده حوالي 25 سنة ورايح بيت إيل، ودي كانت خطة مدبرة من أنبياء البعل لإفساد خدمة أليشع بالكامل. يعني هم اللي بعتين هدول الصبيان الصغار؟ فنيجي للسؤال، هل هم كانوا أطفال صغار؟ هذا اللي بدي أسأل، ما هو هدول هنا موجود. عارفة لو بصينا هنا للنفس ملوك الثاني أصحاح 2 يقول إذا بصبيان صغار. بالزبط. كلمة صبيان صغار في اللغة العبرية اسمها نعريم قطنيم. الكلمة العبري دي نفس كلمة صبي في اللغة العبرية، تعني في السن ما بين 12 سنة لغاية 30 سنة.
من 12 ل 30 كان بيطلق عليه صبي. عشان أأكد لك الكلام ده وأأكد لكل واحد من السادة المشاهدين، لو بصيت معايا في ملوك الأول أصحاح 3، سليمان أول ما تولى الملك وبيصلي عارفة بيقول إيه؟ بيقول في آية 7: والآن أيها الرب إلهي أنت ملكت عبدك مكان داود أبي، وأنا فتى صغير لا أعلم الخروج والدخول. هي برضو سليمان في بداية ملكه ما كانش طفل، واخد بالك؟ لكن يقول وأنا فتى صغير، نفس الكلمة العبري، نفس الكلمة العبري. لو بصينا في سفر التكوين، رئيس السقاط بيقول لفرعون عن يوسف، كلنا عارفين ان يوسف وقف قدام فرعون لما كان سنه 30 سنة، قبليها مباشرة رئيس السقاط تذكر يوسف فبيقول لفرعون في سفر التكوين أصحاح 41 آية 12 يقول له: وكان هناك معنا غلام عبراني. كلمة غلام نفس الكلمة صبي، نفس الكلمة نعريم العبري. غلام عبراني عبد لرئيس الشرط، قصصنا عليه فعبر لنا حلمينا، عبر لكل واحد بحسب حلمه. كلمة غلام، فدول ما كانوش أطفال صغار، دول كانوا شباب. جاية في معظم الترجمات الإنجليزية يوث كمان. فكانوا شباب أو مراهقين، وكانوا جايين بخطة مدبرة من أنبياء البعل، من القادة اللي موجودين في بيت إيل عشان يفسدوا خدمة أليشع، وجايين يقولوا له يا أقرع يا أقرع. طب وهو أليشع كان أقرع؟ ما هو كان بتقول حضرتك عمره 23 سنة بالظبط، عمره 23-24 سنة ما كانش أقرع. الحاجة التانية، كانت الشريعة بتوصي إن ما يحلقوش حلقة زي اللي بنشوفها زيرو النهاردة. فأولا طبيعي هو مش أقرع لأن ده شاب صغير شعره لسه ما وقعش. كمان الشريعة بتوصي إن ما يحلقش زيرو. الحاجة التالتة، كان التقليد اليهودي إن الأنبياء بيتغطوا، بيغطي شعر راسه، يعني حتى مش باين إذا هو مش باين. طب أمال إيه اللي يقصدوه بمعنى كلمة أقرع؟ أقرع كلمة أقرع، معظم المفسرين قالوا لنا إن الأبرص هو اللي كان بيحكم عليه إن يقص شعر راسه. فكلمة يا أقرع تعادل يا أبرص أو تعادل يا نجس. فطلعين للأسيس أو للكاهن أو للنبي الخادم ده ويقولوا يا نجس يا نجس يا نجس، واخد بالك؟ بخطة مدبرة لإفساد خدمته. عارف أسيس اللي بخليني كمان أستغرب إنه بعد ما هو لعنهم راح الله استجاب. يعني هل الله بيستجيب لطلبات الانتقام؟ يعني فرضاً مثلاً أنا منرفز من جاري ولا من زميلي في الشغل، أروح أقول له مثلاً الله يخرب بيتك، يروح ربنا يستجيب. أكمل لك الجزئية دي. الفكرة إن دول شباب زي ما قلت وطالعين كده. طب في كلمة تانية قالوها له مهمة جداً، اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع. طب ليه اصعد كمان؟ بالظبط، ايه معنى كلمة اصعد؟ قلنا يا أقرع يعني يا نجس. هو كان لسه راجع من صعود إيليا، فكان بيبشر الناس أو يخبر الناس إن إيليا صعد للسماء. فهم بيقولوا أنت مجنون، إيليا صعد. هم طبيعي كانوا بيكرهوا إيليا، أنت بتقول إيليا صعد؟ طيب إحنا الوقت هنقتلك عشان تصعد زي ما إيليا صعد. يعني جملة اصعد يا أقرع، أنت يا مجنون بتقول إن إيليا صعد واحنا هنقتلك علشان تصعد زي سيدك إليا. وجاي في ترجمة بتلمح اني مسكوا حجارة علشان يضربوه. متخيلة واحد الى جانب، لو قعدنا نفكر الدبتين افترسوا 42، يبقى دول عددهم غالبا كان 90 كان 100 كان 120، لان اكيد عدد جري والدبتين افترسوا 42. فمتخيلة 100 شاب كتير طالعين في ايديهم الطوب وعايزين يضربوه، وبيقولوا اصعد يا أقرع، هم هيقتلوه، احنا عايزينك تصعد. فكل اللي قاله الكتاب بيقول اني ولعنهم باسم الرب، لكن مفيش اي نص يقول لعنهم قليه، واخد بالك؟ الفكره بتاعت لعنهم هي باختصار اني اتخيلي انا رايح قريه اخدم فيها، ناس طلعوا لي عايزين يقتلوني، حواليا 100 شاب ماسكين طوب، ناس في ايديهم مطاوي عايزين يقتلوني. كل اللي غالبا قالوا أليشع يا رب انقذني، يا رب اعمل حاجة، يا رب تدخل في الأمر. كلمة لعنهم معناها في أصلها يا رب قلل من شأنهم،
يا رب فرقهم. عارفة زي لما أقول للواحد منك لربنا، اتدخل يا رب، اتدخل يا رب، انقذني يا رب. فالرب هو اللي خرج دبتين، والدبتين فرقتهم، وافترست مجموعة منهم يبدو اللي كانوا أقوية، اللي كانوا هم دول عايزين يقتلوه، وافترست 42. يعني قصدك تقول انه لعنهم، يعني كأنه انقذني منهم، انقذني منهم، من ايده، خلصني منهم، انقذني يا رب، خلصني يا رب منكم ربنا. طب يعني كمان سؤال، انه كيف يعني ما بقدرش ان النبي الله إليشع انه سامحهم؟ ليه ما سامحهم؟ ما هو هو غضبه ما غلبوش يا مي. يعني انا حاسس انه مرات غضبه ما غلبوش، هو الفكره ان بيطلب الانقاذ الالهي. انت ناس هتقتلك، ودول دي ما فيهاش موقف اسامح او ما سامحش، دول ناس جايين يقتلوني. مش كمان يعني ربنا عنده طريقه انه ينقذه من غير ما هو يلعنهم؟ لا، ما هو في كمان امر تاني اهم دلوقتي، دول جايين يقتلوه، ودول جايين متوصيين ومبعوتين، ودلك فالرب هو اللي خرج الدبتين افترسوا دول عشان ينقذوا منهم. الحديث شيق قسيس، وانا نفسي اعرف كمان اكتر، لكن خلينا اول ناخد هذا الفاصل ونرجع لكم بعد شوي، خليكم معنا. اتي اليك يا يسوعي انت المريح، اتي اليك بدموعي وبقلبي جريح، آتي إليك بدموعي وبقلبي جريح، آتي إليك، أنا آتي إليك، أنا آتي إليك، وأنا لي من غيرك أروح لمين؟ سرت حتى في الوادي لا
ورجعنا لكم مرة تانية. أسيس عزت ما كانش ينفع يعني الله ينقذه من غير ما يقتلهم ويجيب دبتين؟ يعني بصراحة ممكن حدا من المشاهدين يقول هذا إله في غاية القسوة، كان بقدر يستخدم طريقة تانية وينقذه. أنا هقول لك يا مي، الله لما ندرس القصة ما تعاملش معاهم إطلاقا بخلاف ما أوصف الشريعة. تقولي إزاي؟ لو بصيتي في لاويين 26 آية 21، عارفة الرب بيقول للشعب إيه؟ وإن سلكتم معي بالخلاف ولم تشاءوا أن تسمعوا لي، شوفي أكملوا لي، أزيد عليكم ضربات 7 أضعاف حسب خطاياكم. بص الآية اللي بعديها، أطلق عليكم وحوش البرية فتعدمكم الأولاد. أطلق عليكم وحوش البرية، يعني الرب قايل وموصي إن ما سمعتوش كلامي سأطلق عليكم وحوش البرية. لو أنت قلت لابنك لو ما سمعتش الكلام مثلا أنا هحرمك من إنك تخرج تروح النادي بكرة، لو ما عملتش كده مش هتروح النادي بكرة. لو عمل كده المفروض تحرميه ولا لا؟ طبعا، عشان ده قانون. الرب حط قانون، فما تصرفش معاهم بخلاف الشريعة. الحاجة التانية، الرب عمل كده علشان الرهبة، يبقى في رهبة لعمله لخدمته لخدامه وأي عصابة تانية تخاف. تخيل لو في بلادنا مثلا طلعوا شوية شباب على مدير الأمن أو المحافظ في أي بلد وشتموه، وعدى الأمر بالساعه، شتموه وجروا، كبوا عليه شوية مية وسخة وجروا، وذلك إيه اللي يحصل للبلد؟ تبقى مهزلة طبعاً. لو ما كانش الأمن يتحرك بسرعة ويقبض عليهم ويبقى فيه محاكمة ليهم، شوف تاني أسبوع هيحصل إيه، تالت أسبوع هيعمل إيه، ويعملوا مع الوزير ويعملوا مع رئيس الوزراء، تصير فوضى. لكن لابد ان يبقى فيه علشان الرهبه. الحاجه الثالثه، العلامه ترتليانوس بيقول لنا حاجه جميله جدا، بيقول الرب عمل كده لكي يؤكد انه ليس لدى الرب محاباه. زي ما كان بيدين مثلا الكنعانيين الاموريين لما يبقى فيه خطيه وممكن يقتل منهم البعض، عمل كده مع بني اسرائيل. مش بيت إيل دي من بني اسرائيل؟ طبعا غلطوا فبياخدوا العقاب، فكان لابد من العقاب. أنا بقول تاني، غضبوا ما غلبوش، لكن الرب تدخل، والتدخل ده صدقيني زي ما قال العلامة ترتليانوس، قال ده الخير البلد كلها. يا بخت البلد أو الدولة اللي الرب بيأدبها، لأن لو الرب سابهم بلا تأديب كل الدولة تهلك. لكن الرب عمل التأديب ده علشان يخاف باقي البلد والناس ترجع للرب وتعرف ان في اله حي وتخافوا كل ايامها. واو، ايش عظيم حقيقي. طب قسيس عزت، يعني احنا متعودين دائما انه في كل جزء بنقراه انه مش بس الواحد يعني يتعلم منه اشياء معرفه، لكن في رساله لينا. ايش تقدر مثلا من لو انا قريت هذا الجزء، ايش بتقدر مثلا تقول للمشاهد رساله ممكن ياخذها لحياته لقلبه اليوم؟ صدقيني انا عايز اقول لكل مشاهد النهارده، اقول له ما تعيبش على حد. أيا كان الشخص في عاهة أو في عيب ما تعيبش عليه، دي خلقة ربنا. لكن أنت اسند وشجع وساعد، لكن دول كانوا بيعايبوا يقولوا يا أقرع يا أقرع، أنت ما تعيبش على حد. الحاجة التانية، اسمع صوت الرب. الرب لما تدخل وأدان المجموعة دول علشان يقول للباقي إن في إله حي، وإن المفروض هذا الإله الحي نهابه ونخافه كل أيامنا، وإن أي عمل إحنا بنعمله له نتيجة وله ضريبة. فأنا بقول لنفسي ولكل واحد من السادة المشاهدين، خد بالك، خد بالك كويس قوي لكل فعل لكل تصرف، وإعرف الرب إلهك إن هو الإله الحي سيد كل الأرض. آمين. أسيس عزت حقيقي بنشكرك كتير من أجل توضيحاتك لهاي الفقرة. شكرك حقيقي، وأنا يعني أدرسها حسيت في صعوبة في فهمها، وبنشكرك على التوضيحات، وبنشكرك كمان على الرسالة الحلوة اللي قدمتها للمشاهدين اليوم. وأعزائي المشاهدين خليكم معنا عشان رح أشوفكم بعد هذا الفاصل. وزي ما سمعنا من القسيس عزت أن النبي إليشع كان شاب وما كان أقرع زي ما تمسخر عليه هدول الأولاد،
لكن هدول الصبيان عملوا هيك بخطة مدبرة خطيرة حتى يحطموا كراسته وخدمته ويشوهوا سمعته قبل ما يوصل لبيت إيل. ما شعر أليشا إنه اللي حصل مجرد إهانة شخصية لإله، ولا مجرد إهانة لسيده إيليا اللي صعد في مركبة نارية للسماء، وإنما كانت إهانة كبيرة إلى رسالته النبوية اللي أوكله الله عليها، واللي عمل الله من خلاله وخلال معلمه إيليا، وبالتالي هي إهانة موجهة مباشرة إلى الله نفسه. واللي حدث ما قدم حماية للنبي أليشع فقط، بل لكل رجال الله وخدامه. فالله كان عايز أنه يتعلم كل بني إسرائيل وكل الأجيال والعصور من بعده عن خطورة مقاومة الحق الإلهي، وأنه الله الإله الحي قادر أنه يحمي كلمته ورجاله من مؤامرات الأشرار. بنشوف أنه ما ورد في كل الكتاب المقدس إطلاقاً أنه أليشع صلى حتى يعاقبوا بمثل هذا العقاب، وما طلب النقمة لنفسه، لكن ترك الأمر في إيدين الله ونظر إلى الشباب ولعنهم. وكمان أليشع ما قتل هدول الشباب المستهزئين، بل اللي قتلهم هو الله نفسه، وهو الحكيم العارف لقلوب العادل في الحكم. وما أروع ما قاله العلامة ترتليانوس من أن الله افتقد شعبه بأن أرسل الدبتين لتأديبهم، وما أتعس الشعب الذي يعيش بلا تأديب. فالتأديب هو علامة الرحمة الإلهية. والسؤال إليك اليوم، هل بتتجاوب اليوم لصوت الرب ورحمته لإلك؟ إحنا بنعرف إنه كل عمل بنعمله أو بنتصرفه إله نتيجة، والله الإله الحي بيدعوك إنك تعرفه معرفة شخصية عن قرب. لو بدك تستمتع بشركة حية مع الرب يسوع، من فضلك غمض عيونك وصلي معي هذه الصلاة وقل له: يا رب يسوع، أنا بعترف لك إنه أنا إنسان خاطئ، عوشت طريقي، شوهت صورتك في حياتي. أنا اليوم برجع لك من كل قلبي وبقبلك سيد ومخلص ورب على حياتي. اقبلني ابن لإلك. بشكرك يا رب من أجل غفرانك لخطاياي على حساب دمك المسفوك على الصليب من أجلي. أشكرك يا رب لأنك سمعت لصلاتي. آمين. هل يسر الله بأن نقدم أبناءنا ذبائح له؟ وهل يرضى الله ويقبل ذبائح بشرية؟ موضوع شائك، تابعونا في الحلقة الجاي حتى نجاوب على هذه الأسئلة الصعبة. وإلى اللقاء في حلقة جديدة وفي آية جديدة من برنامجكم أصعب الآيات.